محمد نور تم اتهامه بتعاطي المنشطات. جميل، اتهام، نعم، وفق اتهام. وفق معليش، وفق العينة، والعينة مش في السعودية، وفق العينة هو مدان بالتعاطي. مطلوب من محمد نور الآن جلسة استماع، توكيل محامي، فتح العينة الثانية، أي خطوة أخرى لإسقاط هذه التهمة أو هذه الإدانة عنه. إحنا كلنا نتمنى بالفعل سمها ما شئت، سمها تهمة. لا لا لا، أنا أديك اللفظ القانوني، ليس إلا اللفظ القانوني تهمة، ولا يمكن أن تقول عبارة إدانة. الإدانة عندما تكتمل. طيب سمها ما شئت، أنت ما تبغى تسميها إدانة، نسميها تهمة. تهمة وفق القانون تقول تهمة، زي تهمة. الآن نقول في جلسة استماع، لا كلام العواطف ممكن نغني فيه من هنا إلى الصباح. الآن إحنا أمام الحقيقة، أمام الواقع. لا محمد، أنا ما أقول لك عواطف، أنا أكلمك في نقاط قانونية معينة. عبد الله أرجوك، أنت تكلمت يا أبو أحمد. أبو أحمد معلش اسمعني، أنت تكلمت. لا أنت اسمح لي. لا أنت تكلمت. أنا معلش 10 دقائق، خليني بس أوضح لك. أقول لك تسريب، هذا ما هي عواطف، هذا معناته خلل كبير، هذا معناته مؤشرات خطيرة. عبد الله، التسريب مبدئيا، التسريب مبدئيا تدري ايش يعني؟ محمد، التسريب يعني شيء، يعني بداية لنهاية، يعني برمجة. الموضوع لا ما هو سهل يا محمد، ما هو سهل يا عبد الله، الله يرضى لي عليك، بس انا اقول لك التسريب. انت يا محمد يا عبد الله، التسريب يعني هناك خطأ إجرائي في لدى لجنة الرقابة على المنشطات، لكن لا يعني بالضرورة، اقول لا يعني بالضرورة ما يلمح اليه الاخ عبد الله ان التسريب يعني ان هناك مخطط لاستهداف محمد نور والقضاء على تاريخه. لا هذا هناك في خلل في العمل، في خلل واضح في عمل اللجنة. نعم في خلل. هذا لازم، ولازم يا محمد احنا ما نساوي الامور مثل بعض، يعني ما تقدر قرار عادي مثل هذا الموضوع. في خطا نعم، ومن الظلم ان يتم البناء على عليه. انت محمد بديت تسرد الامور وكانها عاديه ومتعودين عليها في الرياضه السعوديه. هذا الموضوع موضوع مختلف، ما له دخل في القرارات السابقه في اتحاد كره القدم. أنا ولازم احنا نتكلم بهالصوره محمد، مو معقوله كذا. انا اقول لك التسريب مشكلة، قضية طامة، سمها ما شئت. لكن أيضا لما أقول الآن الهدف مثلا من التسريب، خلينا نحلل احنا كلام أبو أحمد، أن التسريب معناته أنه في أمور تكمن وراء هذا التسريب لعل منها القضاء على تاريخ محمد نور.